وبتحب. طب مش بتحبوا كرة القدم، تحبوا ان احنا نلعب زيهم؟ هنقعد طول عمرنا نتفرج عليهم وبعد نتفرج نمصمص شفايفنا ونقول شفت حمله ويعدوا وكل حاجه غريبه، شوف شوف بيسابوا يا سلام. طب ما فكرناش نقول لنفسنا طب احنا ما بنعملش كده ليه؟ هو ده بقى ده نبتدي من هنا من الحته دي، عايزين نتقدم الكلام ده كله في قواعد. طب انا عايز اقف شويه عند مصطلح البطولات حلال وحرام اللي احنا بقينا بنسمعه في الملاعب المصريه ده، راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ فكره النادي الفلاني بياخد بطولاته، دي بطولات حرام دي بطولات حلال، المصطلح ده هل بنشوفه في اي دوله ثانيه يا سيدي الفضل؟ اصل انا اسف جدا، يعني انا مش بختلف، انا عايز اقول انا اسف جدا ان احنا هنضيع وقت في كلام عيب، يعني حتى انا مش عايز ما انا اصلا اتكلم في ايه اذا كان انا بتكلم؟ احنا مش مكسوفين من نفسنا لما بنشوف الجمهور ده بيعمل ايه وبنشوف الحكام بيحصل ايه بالاخر؟ حد عمرني شفت حد بيعمل في الحكام كده؟ لا، احنا ايه اللي بيحصل عندنا ده؟ ما تقوليش ان دي الرياضه وان انت متحمس، لا 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 لا, لا. ده كل ده كلام فارغ وده كله تخلف وكل ده جهل، وبناخد بعضنا وبنستغل التعصب ان احنا بنقود الناس لمصيبه سودة. هو احنا مش من حقنا يا اخي؟ ده احنا يا اخي ده اياكس ده في بلد 17 مليون، احنا 100 مليون، يعني على الاقل الناس اللي في الوسط القاره دي يخشوا على دمهم شويه بقى. دي مسؤوليتنا كلنا، الاعلام شريك فيها، اتحاد الكوره شريك فيها، المدربين ادارات الانديه كلنا شركاء في هذه الجريمه. انا النهارده يعني حتى انا عايز اقول طب ما تيجي بقى ما دام بنعمل استوديوهات تحليلات والكلام ده كله، انا اجي اقول في استوديو تحليل، طبعا احنا ما عندناش الماتش اللي يستاهل نعمله اربع ساعات يعني، انما يقولوا له احنا بنعمل ده خلاص هو ده اللي عندنا ومفترض ان احنا نقول، وفي ناس بتحب ده نقول لهم في نطاق صغير ايه اللي حصل والكلام ده كله على قد الماتش، بس استغل الوقت الاخر نتكلم فيه ازاي نبقى زي دول، ازاي نبقى زي اللي بيلعبوا كوره، ازاي نفرح الناس ونسعد الناس ونبقى احنا بلد، احنا نستحق ده، الوطن يستحق، مصر تستحق مننا انها تبقى قد كده 100,000 مره، احنا اللي عمالين بنوكسها. فلما تيجي في حاجه زي الكوره بيحصل الكلام ده، ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ وناس ايه بقى تعالى ده بيلغي عقله كله وما فيش الا التعصب وخلاص، وبعدين واحد اصله انت خلاص بقى اسلوك نمهره اللي هو بيسموه في علم النفس اسلوب قطيع، واحد هيقول حاجه كل حاجه. طب خلينا نتكلم شويه، لازم نرد على ما قيل بالامس ونفند الكلام ده وحضرتك تقول لنا رايك. مباراه الاهلي وسموحه كانت نقطه الخلاف الرئيسيه ان هدف النادي الاهلي احرزه جيرالدو بعد مرور ما يقرب من 8 دقائق بعد انتهاء وقت المباراه الاصلي، يعني في الدقيقه 97 وحاجه و50 ثانيه اعتقد 59 او 58 ثانيه قبل ان نصل الى نهايه الدقيقه او بدايه الدقيقه الثامنه او التاسعه من الوقت بدل الضايع. حضرتك شايف ايه وفقا لمباريات فاتت وفقا لحاجات امبارح؟ وانا يعني معظم الاستوديوهات امبارح يعني اتكلموا في هذا الموضوع واتكلموا بالمنطق، والكلام اللي انا مسجلينه ده يعني هقوله واي حد يقدر يرجع له، اي حد يقدر يرجع للماتش كله وتقدر، ما انت في ساعه فوق وصحيح الساعه مش مقاس عشان خاطر الساعه ما بتوقفش زي الحكم ما بيوقف الساعه، انما تعالى ناخدها بالمنطق. التغييرات اللي حصلت في المباراه، التغييرات اللي حصلت في المباراه وقت المباراه الاصلي هي كلها في الشوط الثاني ست تغييرات، وفي القانون معروف ان التغيير 30 ثانيه يعني 3 دقائق ده متوسط الوقت دوليا كمان، هو ده معمول خلاص 3 دقائق. عندنا ست توقفات اللي هي اصابات، ست توقفات حصلت في الشوط الثاني اللي هو الموضع المشكله، ست توقفات لعيبه وقعت على الارض، ويمكن اللعيبه اللي وقعت دي نقدر نقولهم بالاسامي معروفين، انما التوقفات دي كلها عملت 8 دقايق و19 ثانية. خدت بالك يعني المسألة كلها والتوقفات عشان ما حدش يقول دي كانت ليه. الأولاني كان وقوع أبو جعفر حارس مرمى سموحة، الثاني أيمن أشرف الإصابة، الثالث محمود معاز، الرابع إبراهيم عبد القوي، الخامس مومو ده لاعب سموحة، وبعدين حارس مرمى دول الستة اللي هم حارس مرمى سموحة، دول عملوا دولت عملوا 8 دقايق و19 ثانية. ده اتذاع امبارح على فكره الكابتن مدحت شلبي واكتر اكتر من استوديو اذاعوه. لما تحط دولت الاجمالي دول الثمان دقائق دول على الثلاث دقائق بتاع التوقفات يبقى كل الوقت الضايع كان 11 ثانيه و19 ثانيه. 11 دقيقه و19 ثانيه. نيجي بقى للحته اللي بيغفلوها ونتكلم فيها. ما انت في وقت ضايع وفي وقت ضايع في الوقت الضايع. اللي هو اللاعب اللي وقع وده قعد واقع على الارض، خدت بالك؟ وممكن نوريه على الشاشه من على العداد لو برجعوا يعني يقدر،
من على العداء من على الساعه بتاعت الماتش ديت. اللاعب احمد صبحي لاعب سموحه لما وقع لا مش دي خلال الوقت دي المحتسب بدل ضايع مش دي هنجيبها دلوقتي على الشاشه. حضرتك بتتكلم عن الوقت المستهلك خلال وقوع اللاعب احمد صبحي اللي هو كان ده عمل دقيقه و16 ثانيه يبقى اجمالي الوقت الضايع كله 12 دقيقه و35 ثانيه يعني المفروض المباراه كانت تصل للدقيقه 102 و35 ثانيه الجون جه في الدقيقه 97 و59 و56 و59 ثانيه ده بالمنطق بس هنا في الصوره قدامنا هنا في الصوره لو يقدر بقى برجاوي فين بقى العداد بتاع البتاع ده اللي هتبتدي من هنا بقى هتبتدي من هنا بقى 91 و8 8 ثواني 91 دقيقه و8 ثواني اعادات للقطه لا ده هنا بدايه لحظه وقوع اللاعب ما هو بقى من كان في دقيقه كام دي لما اتحسبت وجابوها وقتلت بحثا وبعدين احنا لو حد سمعنا ورب الكعبه هيضحكوا علينا ضحك يعني هيبصوا لنا لو حد سمع الكلام اللي بقوله بره لو سمعوا ما حد بيتكلم الكلام ده خالص حد يضيع وقت في الكلام ده هل يا جماعه احنا في ايه انا اللي انا عايز اقول اصل فكره النهارده ما هو لو انا لو كل ما حدش انا لو حد قال لي ان انا يعني هو النادي الاهلي كسب كل بطولاته كده بالتزوير ما للاسف وبالبطل. قيلت وقيلت على لسان احد المسؤولين يعني رئيس نادي من الانديه اللي بنحترمها وعلاقاتنا بيها جيده جدا وسبق ان شرفت بلقائه هنا وكان معانا في شاشه قناه الاهلي وفي تعاون بين الناديين وكل شيء لما نختلف او نتفق يا استاذ ابراهيم وحضرتك دايما بتقول ده في لغه حوار في لغه تعقيب انتقاد تظلم من اي مباراه لجوء للجنه المسابقات او للجنه الحكام كل ده متعارف عليه في حقوق كل الادارات ومن يتنافس في اي مجال ومنها كره القدم لكن ايه دخل ده في تاريخ نادي بحجم النادي الاهلي هل النادي الاهلي لما فاز ده سؤال بوجهه لكل اللي بيتابعنا دلوقتي اكبر رصيد من البطولات الدوليه على مستوى ابطال الكؤوس وابطال الدوري قبل ما تتغير اسم البطوله الثانيه او الاقل الى الكونفدراليه هل هذا الحجم من الرصيد الاكبر على الاطلاق عربيا وافريقيا واحد من اكبر ارصده الانديه في تحقيق البطولات والقابها دوليا هل ده كان في ظل وجود حكام مصريين كان مع حكام اجانب وكان مع حكام افارقه انا عايز يعني اقول يا اخي كلام انا يعني. اصل ده كده احنا الكلام ده هيبقى كاننا قاعدين على القهوه بنغيظ بعض احنا مشكلتنا اولا يا محمد المشكله الاساسيه ترجع للاساس هل النهارده الناس اللي بيبقى مسؤول وبقى رئيس هنا او في مكان ما بيتكلم باسم مجموعه هم عارفين الرياضه يعني ايه هل هم فاهمين يعني فاهمين الرياضه يعني ايه الرياضه زي ما اشوف بره تغلب تتغلب خلاص انت هنا بنسقف ونسلم على بعض وبتاع لان مش خناقه دي مش خناقه وبعدين دي بقى الصناعه دلوقتي يعني بره بقى الصناعه وصناعه بتدور فيها فلوس كتيره جدا خدت بالك وعشان الصناعه دي تدور يبقى لازم كل الشوائب الصغيره دي تتمسح ما يبقاش فيه كده لدرجه شوف بينزعلوا جدا مجرد ان اللفظه عنصريه بتطلع في مدرج بينزعلوا جدا من اي حد يعمل مش عارف شغب ليه لان دي صناعه خدت بالك ففي صناعه بتمتع الناس وبتكسب بس في فلوس وما كانوا ولازم يكسبوا واحنا الكل بيطالب بتحكيم جيد وتحكيم عادل وحضرتك بتقول يا ريت ارتقي بمستوى الحكام وتحكيم لينا ولغيرنا اولا ما ينفعش انا اجيب حكام يعني هجيب حكام من بره على طول مش عيب علينا حتى في عيب علينا وبعدين احنا ما تشوف حكامنا لما بيروحوا يحكموا في افريقيا ولا بيحكموا في الدول العربيه كل الاشاده بيهم انما لما تضغط عليهم الضغط ده ما ينفعش ايه اللي غلطه الحكم في الماتش اللي فات وحتى لما تيجي تتكلم في قرارات كتيره برضو انا شايف حد من كان في من النادي الاهلي بيتكلموا جماهير يعني ده عمل ما اعرفش انا شايف ان حتى لو اخطا في حاجه حتى لو اخطا في حاجه انا حكايه الوقت اللي عليها الحدوته بانت اهي خلاص ده مأزرية يعني في كثير من القرارات وكلام في حاجات كتيره انما ده حكم انا شايفه انه حكم كويس وشايف ان حكامنا كلهم كويسين انما التشكيك دي مش رياضه يعني معلش انا هوضح للناس مره تانية اللي قاله استاذ ابراهيم لان ده لازم نوضحه الوقت اللي شرحه استاذ ابراهيم حجازي مفصل كالاتي من الدقيقه 55 وحتى الدقيقه 56 وقوع حارس مرمى سموحه ابو جبل من الدقيقه 57 للدقيقه 58 و22 ثانيه وقوع ايمن اشرف للاصابه لاعب النادي الاهلي من الدقيقه 66 حتى الدقيقه 67 و39 ثانيه وقوع محمود معاذ لاعب سموحه للاصابه من 74 و30 ثانيه حتى الدقيقه 75 وقوع ابراهيم عبد القوي لاعب سموحه من الدقيقه 83 حتى الدقيقه 85 وقوع ايمومو لاعب سموحه من الدقيقه 86 و30 ثانيه حتى الدقيقه 88 و18 ثانيه وقوع حارس مرمى سموحه ابو جبل احنا هنا بنتكلم باستثناء لسه ما اضفناش وقت التغييرات اللي قالوا ان المتوسط عالميا هو 30 ثانيه للتغيير الواحد باجمالي زي ما قال استاذ ابراهيم حجازي 3 دقائق فضلا عن الدقيقه و16 ثانيه هنا الخلاف يا استاذ ابراهيم انه نحن في الوسط الكروي
والإعلامي الرياضي وإدارات الأندية هل نعلم أم لا إنه في وقت بنبقى شايفينه على الشاشة، يعني شايفين كاونتينج وقت عداد الوقت، قال الحكم 7 دقايق فشايفين الوقت ماشي على الشاشة. لما لاعب بيقع زي ما حصل لاعب سموحة أصيب أو وقع على أرض الملعب في الوقت الضايع، الدقيقة 16 ثانية دي هل بتسمح اللوائح الدولية للحكم بإيقاف ساعته ولا لا، اللي بيحسب فيها ال7 دقايق اللي هو قرر إنهم وقت محتسب بدل ضائع؟ دي امور لازم الناس تبقى عارفاها ولازم تبقى واضحه والقواعد تسمح بيها ولا لا. اخي انت اصل احنا عاملين زي كده ما يكون لدينا مصفى وعايزين ننشل نفضي بقى البحر. انت بتتكلم في ايه؟ اصل طول ما فيش ان احنا عارفين رياضه يعني ايه، وطول ما يبقى الاساس الموجود هو احنا بنلعب رياضه عشان نتخانق، هو الهدف طب احنا في كره القدم النهارده المسابقه دي معموله ليه؟ هل احنا معموله عشان نتخانق ونشوف مين اللي هيكسب؟ لا، المسابقه دي معموله عشان رفعك مستوى الكوره، عشان في الاخر لما يبقى عندك منتخب تتباهى بيه، عشان لما تلعب في بطولات زي صحيح. افريقيا وكلام تتباهى بيها صحيح. عشان انك انت تلعب تخش في الاعداد يبقى عندك لعيبه في كل حته، وانت شايف عندك لاعب واحد النهارده عامل لك سمعه قد ايه. طول ما احنا بنعمل كده عمرنا ما هنتقدم خطوه. الله، هو احنا عاملين الرياضه ما لازم الناس اللي فاهمه رياضه لازم نعرف الرياضه يعني ايه الاول يا جماعه، هو ده الموضوع. اصل انت بنتكلم في موضوع كل الحاجات اللي فيه العقلانيه اللي فيه مش موجوده، وبعدين بنتناقش في ايه؟ احنا كده بننفخ في مش قربه مقطوعه، بننفخ في الهواء، كاننا هننفخ الهواء. طب خليه يتنفخ بقى، ما ينفع، مش هينفع ولا يجوز ولا يستمر. لازم نغير كل ثقافتنا، ولازم احنا بقى نبطل احنا كمصريين بنشوف ده، نبقى حريصين ان احنا عايزين ده يبقى عندنا. عايزين يبقى انا لما بروح ماتش وبشوف فرقتي حتى لو خسرت واسقف لها يبقى انا ابتديت اعمل خطوه كويس. لو انا فرقتي هعرفها بس في المكسب، ما لما تبقى واقعه ولا في ظروفها ومحتاجه تشجيع اقف وياها. وزي اللي شفناه في ليفربول الماتش بتاع برشلونه، ما فيش مكان في ورا الاستاد فاضي. ليه؟ لانهم جايين. ورغم ان كل على فكره يا استاذ ابراهيم انا بطبق الكلام ده على نفسي كمحب للنادي الاهلي، كواحد من الاعلاميين اللي مشتغل في قناه الاهلي وعلى باقي الانديه، عمري ما خرجت على شاشه قناه الاهلي وقلت اصل الحكم الفلاني ادى وقت زياده للفريق الفلاني في الدوري. طول عمري مش مع الاصوات، اي زميل يتكلم عن مباراه لمنافس لينا انا بشوف ان ده خارج الاطار المالوف، بشوف ان انا لازم اركز في مبارياتي، ولو عندي تحفظ على حاجه خطا لحكم ممكن اراجع الامر مع لجنه الحكام، وليس ان انا اصف الامر او اتدخل في شان نادي اخر. يعني انا ما بيحصل خطا لصالح نادي او بيضر نادي منافس، ده بيحصل لنا وعلينا. فاضل احنا الناس دي تقدمت ليه؟ واحنا لازم عايزين نتقدم. هقول لك انا عناصر التقدم نبقى ازاي، بس اول حاجه عشان نعمل ده لازم الاول احنا نطهر نفسنا بقى من اللي احنا فيه. لازم ان احنا نغير كل مفاهيمنا ديت عشان نعمل كوره صح، هنهتم ازاي بقطاعات الناشئين صح، ازاي نعمل نظام صح، ازاي نعمل ده نقدر نعمله. ليه؟ لان احنا عندنا مواهب. مصر ما عجزتش عنها تنلب المواهب في كل المجالات. عندنا اللي زي صلاح ده، بس عمرنا ما شفناه ولا هنشوفه طول ما احنا كده. ده موضوع تاني، بس قبل بقى ما نفكر نخطط ونعمل ده ازاي تستقيم الامور، وده حلنا. هو حلنا مع بعض او فكره الصراع والتنافس اللي بره اطار المنافسه الرياضيه الشريفه؟ ده مش تنافس، ده اللي هو اللي حضرتك بتقوله ده ان هو شبه الحرب في الوسط الرياضي. ان احنا كده بنصارع، ده صراع، ده صراع، ده هيؤثر علينا سلبا، واحنا المفروض بنتجمع كلنا حوالين المنتخب لدعمه في كاس الامم اللي جايه ولا لا؟ هل المناخ ده هيخلينا ندخل كاس الامم بشكل كويس، يخلي منتخبنا مركز في علاقات اللعيبه؟ يا سيد الفضل لان لما الفكره كلها ودي حصلت لينا واحنا مش واخدين بالنا في الفتره اللي هي الحاجات. احنا كان زمان على التنافس ما بين الاهلي والزمالك في الستينيات والسبعينيات والكلام ده كان رامي، على فكره رامي جدا والكلام ده كله فتره الستينيات بالذات، وكانت الرياضه وكان لها حدوته كبيره وكوره تحديدا والكلام ده كله. وفي الوقت ده كان عندنا اشهر نجوم الكوره اللي شافتهم مصر في الفتره دي كلها، الفتره دي بدات وبعدين السبعينيات والثمانينات كده. تعالى شوف ان ما كانش فيه الامور، كان في الفتره دي بيقعد مع بعضه جمهور الاهلي والزمالك في ماتشات الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض، ما فيش، ما بنحبسش بينهم. انت حصل لك فتره واحنا مش واخدين بالنا اتحول فيها مفهوم الانتماء الى التعصب، وده كانت حاجات من اللي جات لنا من الحاجات اللي اتعملت في اطار الاجيال الخمسه والرابعه والخمسه بتاعت الحروب. ازاي انك انت في المجتمع تاخد كل الظواهر الجميله تحولها لاشياء كريهه وغريب. فانت لما بتحول الامر لتعصب ويصل الامر ان الشباب اللي هم الالترس يمسكوا وادي اللؤوي ويحطوا عليه جاز ويولعوا فيه، كان بعد ماتش كره السله من الزمالك، وبعدين يجي الترس الزمالك ينط على سور النادي ويحط علم الزمالك واقتحمنا. لما يصل الامر لكده وبعد كده ما يعرفش اتحاد الكوره ايه، ولما تصل الامور لهنا انت حولت المساله لحدوته تانية خالص.
خدت اعلى اجمل ما في الرياضه اللي هو الانتماء، اجمل ما في الرياضه الانتماء، خدته وحولته بتعصب. التعصب خلاص انت ما بتشوفش، انت ما بتشوفش اي حاجه الا برؤيه تانية خالص. فطول ما احنا عاملين كده ما ينفعش. وتخيل بقى التعصب ده وصل بقى للايه، للي في الاعلام واللي ما اعرفش فين. طب خلاص دي مش حدوته، المفروض سيره. وبعدين مش بيأثر في الاجيال الاصغر؟ لا يا استاذ.